واو ايش يا ليه مفعول عجبيه وكده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم اصدقائي؟ رجعت بفيديو جديد، حلقه جديده عن فورتنايت بهذا السيزون الجديد اللي بلشناه وكان جدا خرافي والله، بجد انا استمتعت فيه. انا حاسس انه هذا راح يكون اللي تشوفوا منه فيديوهات عليه بشكل جدا كبير، على عكس الباقي السيزون الماضي اللي ما شفتوني نزلت عنه كثير لان كنت ساحب على اللعبه بشكل جدا كبير. وبعرف انه هلا بتقولي اوه سيلفستار صار لك زمان سحب علينا ما عاد نزلنا فيديوهات ولا سلاسل، والله حقكم علي بس كنت مشغول شوي هيك بحياتي، ويعني تعرفوا انتم شوي هيك واحد منشغول بحياته، فلما ينشغل بحياته لازم ينزل فيديوهات. هلا مو ما انزل فيديوهات لاني كنت مشغول بحياتي فما كان لي نفس اني اسجل، ومو بس ما اسجل نفس اسجل يعني في فيديوهات انا سجلتها وبعدين رديت حذفتها او العاب سجلتها جد حذفتها لاني بدها مونتاج او اكون انا بالغلط غلطت بالطريقه التسجيل. فالمهم اعتذر منكم، فكل ما هنالك حبيت اعتذر منكم واقولكم كل سوزن انتم بخير ان شاء الله، يعني هيك لانه صار لي زمان انا ساحب عليكم فلازم اقولكم كل سوزن انتم بخير. وبس كمان حبيت اخبركم اقولكم يعني اذا ما اشتريت السوزن لا تنسى الكود ال70، فيعني هو انا حبيت انه انزل الفيديو هذا اذكركم بال70، هو الفيديوهات رح تشوفوا جلد يعني جلد. وفي شغله هلا اذا انتبهتوا انتم بالاول، كان في عندي في سمكه اكلتها سواني يعني حسب ما شفتوا شلون كتب لي انه تستطيع ان ترى كل شيء، فاكلتها انا كنت ما فهمان ايش الطلب منها، فاكلتها صارت في لعبه ابيض واسود. فاذا حدا منكم جربها ممكن يكتب لي بالتعليقات او شو هدفها وشو موضعها، يعني حتى ما شفت حدا من اليوتيوبر ولا اي حدا شفته منزل عن هاي السمكه او انه اكلها، يمكن انا اول واحد باكلها او بشوفها يمكن لاني ما شفت حدا ابدا اكلها. المهم فبدي رايكم وتكتبوا لي شو اذا شفتوا حدا مين اكلها ومين ايش تاثيرها وش تخليك تشوف، تكتبوا لي تحت التعليقات خلينا نشوف شلون تاثيرها. انا وين ضيعتها على الفاضي لانه شفت توني وضيتها كلياتها انا بالكازيه عم بعبي بنزين للسياره الشوفير تبعيتي، وطبعا اضافه السيارات شيء بومباستيك جد. انا ما استمتعت قد هذا الفيديو اللي انتم شايفينه لعبت بالسيارات جد بجد، يعني اول مره بستمتع. صح انه صار له فتره نازل مود السيارات بس ولكن ما كنت عم بجربه بسبب ما قلت لكم في مشاغل بالحياه. بس ولهون كنا وصلنا لنهاية المقدمة، بترككم هلا مع الفيديو الخرافي الأسطوري الذي طال بعد انتظار طويل شفتوه. طبعا ما تدققوا على الام ولا تدققوا على البناء ولا تدققوا على الاحتراف، بس خرافي بجد لأنه في لقطات جدا جميلة، يعني مثل هذا الغبي اللي هلا شايفين شلون حاقتله، شوف شلون دقتله لأنه جنني جلطني حرفيا جلطني من لما كنا هنيك بالمدينة تركته ورحت ورد لحقني لهون عم يتحركش فيني يتحركش فيني. بالاخير عملت له اللازم وقلت له تفضل هي مقاسك انت واحترافك اللي حقه ليره ونص يا ابو بيضتين ونص. المهم مشاهده ممتعه لنهايه الفيديو، وطبعا ما تنسانا من الشيء دائما اذكركم فيه هو اللايك والسبسكرايب وشكرا لكم. وطبعا الفيديو الجاي طبعا زيد تذكرت شغله ثانيه كمان من جماعه فاك المزرعه، اكيد بدكم تروحوا تقولوا لي ليش ما نزلت فيديو عن المزرعه. خلاص ان شاء الله بكره راح يكون فيديو عن محاكي سيارات الشحن ان شاء الله، وكمل لكم القصه اللي كنت عم بحكي لكم عليها قصه القلم، وان شاء الله ان شاء الله اذا الله اكرمنا يعني الله اكرمني انزل لكم خلال الاسبوع هذا انزل لكم فيديو عن لعبة محاكي مزرعة. بس مشاهدة متابعة الفيديو لا تنسوا من اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Just stop it, Tom! Just stop it! Nobody likes you, Tom! What? Oh, shit! Just stop it, Tom! Just stop it! Nobody likes you, Tom! والله نزلت عليه على الصوابة اللي جلي واو شو السمك واو واو ايش هي ليه مفعول اجيب لي اوكي
وجزمك هيك. راح بس عن شرفك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.